أمامية الكرة عندها سعد البرو. سعد لي كوران، كوران خلوه بيغير اتجاه اللعب عند أحمد حديد. أحمد والانطلاق من الجهة اليمنى، أحمد بيعيد الكرة مباشرة لي كوران، خلوه كوران مباشرة عند مؤمن ناجي، مؤمن ناجي لمصطفى. يا الله كرة، كرة جميلة، والهدف الأول في المباراة، الهدف الأول جبلاوي لعبد الرحمن بركات. إذا هدف جبلاوي بعد أن تصدى الشنطة لتسديدة مصطفى يوسف القوية، ولكن ارتدت إلى عبد الرحمن بركات. مؤمن كرة أمامية باتجاه مصطفى الشيخ يوسف والتحضير، ولكن المهنة والبركات. الله برافو يا محمود مهنا، اسيست ولا احلى لعبد الرحمن بركات، وعلى الماشي عبد الرحمن بركات دون ان يتوانى، دون ان يتلكى، اضاف الهدف الثاني بتسديده قويه. فريق اليرموك عاد الى دوري الدرجه الاولى بكره السله بعد وعوده، وهذا الهدف الثالث. الله مصطفى الشيخ يوسف، مصطفى اذا يودع الكره في المرمى، والهدف الثالث جبلاوي. تعود لي فواز والانطلاق، فواز 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 فواز، لا زالت الكره على مشرف منطقه الجزاء، فواز بودقدي. الله الخامس، الخامس بتوقيع فواز بودقدي.